وصار حبيبتي تقول دكتورة هل العمر له تأثير على اختياراتنا في الحياة وخاصة الخيارات الصعبة وكيف تؤثر؟ حبيبتي أنت أكيد بدون أدنى شك، بدون أدنى شك، يعني كل عمر عندنا له قصة معينة. مثلا قبل نداء الروح الأول غير بعد نداء الروح الأول، قبل نداء الروح الثاني غير بعد النداء، قبل نداء الموت غير بعد نداء الموت، تعالي شاوري شخص واتخذي خليه يتخذ قرار بعد نداء الموت وبعد نداء الروح الثالث. كله ما يساوي شيء، كله على بعضه يفهم الموضوع انه كله زيف في زيف في زيف، ما في ولا شيء كان يستحق اي شيء. تقولين له ترى موضوع زواج وكذا، يقول ايه اوكي تزوجي، يقول طيب. ممكن تخيل واحدة تشاور أبوها تقول جاني واحد وكذا، يقول طيب أوكي عجبك تزوجي، هو طبعا في نداء الروح الثالث ولا في نداء الموت، تقول طيب أخاف ما يطلعك بويس، تقول عاي، يقول طلقي. طيب الأطفال وما أدري إيش عهد بيعيشون، كله زيف، كل السلفة خربوطة إحنا متورطين فيها. يلا هذه الحياة قصة وهم. طيب عشان كذا كبار السن معطين الحياة أكبر طز، هو شوي شوي الطز يجي على قولتها مع العمر. عندك أنت بعد النداء الثاني خلاص يصير الطز واضح، يعني اللي قبل النداء الأول مساكين، كل شيء مهم، الناس مهمين، شكلها مهم، ما أدري فلان مهم، كله على بعضه مو مهم. بس شوي شوي أنت تدرك هالموضوع، شوي شوي لما توصل شوي شوي تعدي 30 تعدي 40 تصل نداء الموت، تكتشف ان الموضوع كله طز مرة واحدة، كله 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 كل الموضوع على بعضه. يلا هذه الحياة.